المؤلف رحمه الله سنبدأ الآن بالكتاب. قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى سبحان الله، أين المقدمة؟ لماذا لم يكتب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا الكتاب قد التقيت وضعت فيه تنفذ. قالوا أن المؤلف رحمه الله اقتدى بالبخاري، قبل أن يؤلف كتاب التوحيد نظر في صحيح البخاري، وإذا البخاري رحمه الله لم يكتب مقدمة لكتابه فاقتدى بالبخاري. البخاري رحمه الله علق الناس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، لأنه حديث متخصص في الحديث وكتاب متخصص في الحديث. وهنا ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتاب متخصص بماذا؟ بالتوحيد. إذا أدلة من كتاب السنة كتاب التوحيد وقول الله تعالى، هذا قول. القول الثاني أن البسملة والحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وجدت في بعض النسخ، فبعض النسخ موجود في البسملة والحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هنا عندنا في هذه النسخة سقطت من هذه النسخة، وجدت في بعض النسخ. القول الثالث كتاب التوحيد، هذا مقدمة لا داعي أن أشرح لك، أقول كتاب التوحيد واضح في أشياء لا تحتاج إلى شرح، هي واضحة، عدل، ظلم، أرض، سماء، لا يحتاج أن أشرح هذا، مفهوم؟ أي نعم، كتاب التوحيد هذا مقدمة واضح. الرابع أن الأبواب الخمسة الأولى على ما ذكر قسمنا نحن، قلنا الأبواب الخمسة هذه كالمقدمة لكتاب التوحيد. إذن عندنا أربع أقوال لماذا لم يكتب المؤلف رحمه الله تعالى مقدمة لهذا الكتاب. قال كتاب التوحيد، تقدم معنا التوحيد وأنواع التوحيد الثلاثة. من الأمور التي انتقدت على محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد أنه ركز على توحيد الألوهية، ركز على توحيد الألوهية، انتقدوه وإذا هم يمدحوه. لماذا؟ لأن الخلل أكثر ما يكون عند الناس في أي توحيد؟ في توحيد الألوهية، وأرادوا أن يقدحوا إذا هم يمدحوه. ذكر هذا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد أنه هذا من أحسن ما يكون، مع أن المؤلف لم يترك توحيد الربوبية ولا توحيد الأسماء والصفات. قلنا في أبواب كاملة في الأسماء والصفات، باب من يحدث شيئا من الأسماء والصفات، باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، وأبواب في توحيد الربوبية، باب ما جاء في المصورين قلنا لكم الآن، باب التسمي بقاضي القضاء، وسيأتي بإذن الله تعالى. إذا ركز المؤلف على توحيد الألوهية توحيد العبودية لأن الخلل فيه أكثر ما يكون، ولم يتجاهل الربوبية والأسماء والصفات. وقول الله تعالى هذا المقدمة، الباب الأول لو تنظر في الآيات والأحاديث تجدها تجتمع في ماذا؟ باب وجوب التوحيد. إذا جاء بالباب الأول أراد أن يبين أن التوحيد أوجب الواجبات وأول الواجبات ودعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. الوهابية هذا أمر مهم لا بد نتكلم فيه لا إشكال. من هم الوهابية؟ هل يوجد فرقة تسمى بالفرقة الوهابية؟ لا. نعم هناك فرقة ضالة مضلة ظهرت في جهة المغرب العربي هناك تلقب بهذا اللقب، لكن عندما يتكلم الناس عندنا عن الوهابية هم يقصدوا الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه، يعني علماء الدعوة النجدية. والله الذي لا إله إلا هو، نحن لا ندافع عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لأنه مثلا من الجزيرة أو كان مع آل سعود أو كذا، لا والله، دفاعنا عن الإمام محمد بن عبد الوهاب لأن الطعن فيه طعن في التوحيد، وندافع عنه لماذا؟ حتى لا يطعن أحد في توحيدنا. ليس لنا علاقة بمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلا التوحيد. فهم أرادوا أن يطعنوا في الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقالوا عنه وهابي، سبحان الله، أرادوا أن يقدحوا فيه وإذا هم يمدحون. لأن الوهاب من هو؟
الله سبحانه وتعالى. فنسبوا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى الله سبحانه وتعالى، فأرادوا أن يمدحوا به ولا هم يمدحوه. ثم اعلم أن كل من يعلم الناس التوحيد ويدافع عن التوحيد ويحارب الشرك يقال عنه وهاب، اعلم هذا. فإذا قال لك بعض الناس أنت وهابي، قل لا، لا يوجد. لكن إذا كنت أعلم الناس التوحيد وأدب عن الشرك تقول عنه وهابي، قل عن الذي تقول، لأن هذا الذي سار عليه أعداء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كاذب وكاهن وساحر، صحيح. ثم هذا لحق أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم قالوا عن أهل السنة ظلما وزورا، قالوا عنه مشبهة ومجسمة وشكاكة ونواصب وغثاء ووهابية وغيره. فعلمتم من هو الوهابي؟ الوهابي في هذه الأيام هو الذي يعلم الناس التوحيد ويحذر من الشرك. أنعم أكثر. قالوا كذبوا على الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يعني كذبات كثيرة. أولا الشيخ محمد بن عبد الوهاب واتباع علماء الدعوة النجدية تقدم معنا في الدروس المهمة أنهم يجعلوا الصلاة الإبراهيمية على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة. يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد، سمى بعض أحفاده بأسماء آل البيت. قال بعض العلماء لهم، قالوا هذه كتب محمد عبد الوهاب موجودة، خذوا 10 سنين، من 3 إلى 10 سنين ادرسوا هذه الكتب، لو وجدتم في هذه الكتب حرفا واحدا يخالف ما عليه الأئمة لكم الذي تريد، كلمة واحدة. كتاب التوحيد البعض يقول، لأن البعض يقول فيه حديث ضعيف، بعض العلماء قال لهم اسمع أريد حديث واحد في كتاب التوحيد باطل أو موضوع أو منكر، ما استطاع. هذا الكلام لا يخلو منه كتاب، أن يكون فيه حديث ضعيف، ونحن بإذن الله سنشرح الكتاب بما فيه من أحاديث، ولا ندعي الاسم لا لنا ولا المؤلف رحمه الله تعالى. لكن لا يوجد في كتاب التوحيد حديثا واحدا يخالف أصل الشريعة، مفهوم؟ ومن الخلل والخطأ أن بعض الناس جاء وألف رسالة الأحاديث الضعيفة في كتاب التوحيد. قام العلماء على هذا وقالوا أنت من أين لك هذا، تصنع هذه الأشياء؟ أنت الآن كأنك تعطي أهل البدع سلاح وتقول حاربوا محمد بن عبد الوهاب، حارب كتاب التوحيد. يا أخي اكتب تخريج الأحاديث في كتاب التوحيد، صح؟ ولهذا بعض الناس يريد يتميز، يريد يظهر، يأتي بأي شيء، يقول الانتقادات التي انتقدت على شيخ الإسلام ابن تيمية، من أنت؟ هل صنع هذا علماء السلف؟ لا. إذا لابد تسير على ما ساروا عليه. طيب، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى.